كبير وأول خطوة للمغرب في السباق العالمي للبحث عن لقاح كورونا، جاءت بمباحثات هاتفية أجرها الملك محمد السادس أواخر أغشت الماضي مع الرئيس الصيني، وتطرقت إلى التعاون بين البلدين فيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا. وفي مسار بحثه عن اللقاح، وقع المغرب في 20 غشت الماضي اتفاقيتي شراكة وتعاون مع المختبر الصيني سينوفارم بهدف إشراك المملكة في التجارب السريرية للقاح المضاد لكورونا. ومنذ شهور انطلقت التجارب السريرية للقاح الصيني في كل من المستشفى العسكري والمستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء. وسبق لوزير الصحة أن صرح بأن المغرب سيشارك في التجارب السريرية للحصول على الكمية الكافية من اللقاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل الخبرة حتى يتمكن المغرب من تصنيع اللقاح في المستقبل القريب. تدابير التقنية لتوفير وتعميم اللقاح ضد فيروس كورونا لصالح جميع المغاربة. واجتمع وزير الصحة في 8 أكتوبر الماضي بالمديرين الجهويين للوزارة لتدارس السبل الكفيلة بإنجاح عمليات التلقيح وجاهزية كل المؤسسات الصحية مع مراعاة خصوصيتها الجهوية. وخلال المجلس الوزاري الأخير، استفسر الملك محمد السادس وزير الصحة عن التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تطوره الصين بالنسبة إلى المغرب، وأجاب الوزير بأن هناك اتصالات مستمرة مع الشركات والحكومة الصينية التي أبانت عن إرادة حسنة في هذا الشأن، مبرزا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وبقي في الأخير أن نشير إلى أن نتائج الدراسة السريرية المنجزة أو التي تجاد قيد الإنجاز أظهرت أن سلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها. صحة المغاربة تأتي إذن ضمن أولويات انشغالات الملك محمد السادس، إضاءة على حرص الملك واهتمامه بصحة المغاربة، مع يونس دفقير رئيس تحرير في جريدة الأحداث المغربية. في بعض القضايا الحساسة يربط الملك محمد السادس علاقة إنسانية شخصية مع شعبه الذي يرتقي به إلى منزلة الروابط الأسرية كما في حالتي التعليم والصحة. سبق للملك أن عبر في إحدى خطبه عن انشغاله بتعليم المغاربة كانشغاله بتعليم أبنائه، ونفس الشيء يؤكد عليه في مجال الصحة. وتكفي العودة إلى خطاب العرش الأخير لنسمع الملك يؤكد التزامه بحس إنساني عميق حين يؤكد أن العناية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي وسلامة عائلته هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة، لا سيما في هذا السياق الصعب الذي يمر به المغرب والعالم بسبب انتشار وباء كوفيد-19. ثم يحضر بعد الشرح والتفاهم من خلال التأكيد على أن القرارات التي اتخذت صعبة وقاسية أحيانا، لكننا لم نتخذها عن طيب خاطر وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين ومصلحات الوطن. فنحن أمام التزام شخصي هو نفسه الذي جعل الملك يخصص 3 خطب لهذا الموضوع، أولها خطاب العرش ثم خطاب ثورة الملك والشعب، فخطاب افتتاح البرلمان التي أكدت كلها على أن الصحة تعتبر من الأولويات الملكية إلى جانب التعليم والشغل والحماية الاجتماعية. لقد كانت فترة الوباء مرحلة اضطراب للسياسات العمومية في العالم بأكمله، لكن الملك محمد السادس بدأ حريصا على أن الأزمة تتيح إمكانية الخروج منها بمكتسبات للمستقبل تستعيد الوظائف الاجتماعية للدولة. وهكذا بعد دعوة سابقة إلى فتح ورش مراجعة نظام رميد، لاحظنا مثلا أن خطاب العرش تضمن دعوة للشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية ابتداء من يناير 2021 وفق برنامج عمل مضبوط. وفي خطاب ثورة الملك والشعب يعبر الملك عن خوفه على شعبه من تفشي الوباء حين يقول: إن خطاب لك اليوم لا يعني المؤاخذة والعتاب، وإنما هي طريقة مباشرة للتعبير لك عن تخوفي من استمرار
ارتفاع عدد الإصابات والوفيات لا قدر الله، والرجوع إلى الحظر الصحي الشامل بأثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي خطاب افتتاح سنة التشريعية الجديدة، سيعود الملك شهر أكتوبر الماضي إلى التأكيد على تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أجل أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض، سواء فيما يتعلق بمصارف التطبيب والدواء أو الاستشفاء والعلاج. وفي الجانب الدولي، استثمر الملك ورصيده الدبلوماسي في تنويع الشراكات الدولية للمغرب، واستثمر الاتفاق الاستراتيجي الذي سبق له ووقعه مع الرئيس الصيني في العاصمة بكين في حماية الصحة الوطنية. ولذلك كان المغرب ذا الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك مع الرئيس الصيني من الدول السباقة إلى استفادة من تجارب اللقاح والاستعداد لتسويقه إفريقيا. وإجمالا يمكن القول أن الصحة ظلت في أولويات انشغال الملك في العشرين سنة الأخيرة، حيث دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005، كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية راميد سنة 2012. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت إجراءات في مجال توسيع استفادة من أنظمة التأمين عن المرض لتشمل طلب التعليم العالي.